السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة. تكلمنا في الجزء الأول إلى مكونين أساسيين في النسيج الضام اللي هو الألياف والخلايا. أيضا ذكرنا بأنه هناك مكون أساسي آخر اللي ما يعرف بالانترسيلولار سبستانس، أي المادة بين الخلوية والتشو فلويد، أي السائل النسيجي. تتكون مادة الأرضية اللي طلقنا عليها قبل قليل أيضا بالموجد أو الماتريكس عديمة الشكل جلاتينية القوام من مواد عديدة التسكر، مخاطية حامضية تبنى من الأمينو سكرات السداسية وحامض الكلورو كونيك أسيد مرتبط مع بروتين يعرف بالبروتيوكلايكان. من ناحية أخرى يوجد السائل النسيجي اللي هو التشو فلويد بكمية صغيرة جدا في النسيج الضام. هنا بين عندنا التشو فلويد، هنا اللي حيكون يعني السائل النسيجي. هذا السائل النسيجي اللي حيكون وجوده بكمية قليلة في النسيج الضام، لو نلاحظ مكوناته لح نتعرف على الوظيفة اللي ممكن أن يفيدنا بها. إذن هو سائل مائي عديم اللون، سائل مائي عديم اللون يتسرب من الشعيرات الدموية الشريانية، هنا من الشعيرات الدموية الشريانية هذه الجهة. طبعا هنا الارتري يعني او الشرينات او الاوعية الدموية الشريانية من هالجهة باللون الاحمر، وهنا الوريدية. فهنا يعني من لح يتسرب هذا السائل من الشعيرات الدموية الشريانية الى المادة البين خلوية. احنا قبل قليل قلنا انه هي مادة بين خلوية والسائل النسيجي، فهذا السائل النسيجي هو حيكون وين موجود؟ ضمن المادة البين خلوية اللي هي في النسيج الضام. هذا شنو وظيفته او ما هي مكوناته؟ يعمل كوسيط بين الدم، لان هو ترشح من ترشح من الدم اللي هو موجود بالشعيرات الدموية الشريانية وخلايا النسيج اللي هي موجودة هنا ضمن النسيج الضام، إذ يحمل لها الأكسجين الذائبة والمواد الغذائية. هسه من خلال هذا المخطط لح نلاحظ أهمية وجود السائل النسيجي ضمن المادة البين خلوية في النسيج الضام. عرفنا هو لح يترشح من جهة يعني الأوعية الدموية الشعرية اللي هي يعني قلنا الشريانية، فحيكون هذا التشو فلويد حيكون محمل بمواد. شنو هي هاي المواد؟ مواد تحتاجها الخلية لإنجاز يعني عملية الأيض وإنتاج الطاقة، اللي هي راح تحتاج وجود الأكسجين، تحتاج وجود الجلوكوز، تحتاج وجود الماء، تحتاج وجود الأمينو أسيد. زين، هاي خلال فعالية الـ يعني الخلايا اللي موجودة في النسيج الضام. بالمقابل لح تنتج شنو؟ مثلا لح تنتج الويست مولكيولز، يعني جزيئات شلون نقول فارة أو نفايات، تنتج ثاني أكسيد الكربون، تنتج الماء. فبهيك حالة ايش لح نحتاج؟ لح يحتاج مرة ثانية يعني تنسحب من هذه المنطقة ويعني تنتقل إلى الجهة الأخرى اللي هي أوعية الشعيرات الدموية الوريدية. طبعا هنا ضمن مكونات الدم اللي حيمر في هذه الشعيرات، طبعا هي مكونات الدم العادية اللي هنا ممثلة بالريد بلود سيل، اي خلايا الدم الحمراء، واللي هنا يمثلها بالبلازما بروتين. احنا هسه هذا الجزء مو بالصدد وانما بصدد التشو فلويد،
اللي هو ضمن قلنا ضمن مكونات المادة بين خلوية، وعرفنا شنو وظيفته، إذ لح يكون وسيط بين الدم وبين خلايا النسيج، إذ تحمل إلها المواد المفيدة اللي ممكن إنه يستفاد من عدها النسيج حتى يقوم بفعاليات الحيوية، وأثناء من إنه يقوم بالفعاليات الحيوية لح ينتج يعني المواد اللي هي باي برودكت أو النواتج اللي يفترض إنه يتخلص من عدها أيضا عن طريق الشعيرات الدموية، ولكن هنا حتكون عن طريق الوريدية. المكون اللي ذكرناه قبل قليل أو بالجزء الأول قلنا هي ألياف النسيج الضام. تشمل هذه الألياف، بس لو نأخذ النوع الأول اللي هي الألياف البيضاء اللي هي الوايت أو ما يطلق عليها بالكولاجين فايبرز. توجد هذه الألياف في معظم الأنسجة الضامة بصفة عامة عديمة اللون، لكن تتخذ لونا أبيض عندما توجد في تجمعات كثيفة أو حزم. بصفة عامة تتخذ شكل مستقيم أو تكون متموجة إذ تترتب في حزم مختلفة السمك. وكلي فهي عبارة عن تجمع من عديد الويفات الدقيقة المتوازية. تتكون ألياف الكولاجين من بروتين يعرف بالكولاجين، ينتج في الأصل على صورة التروبوكولاجين عن طريق نشاط خلايا معينة تعرف بالفايبروبلاست. عندما تغلى هذه الألياف في الماء فإنها تصبح لينة وتكون مادة جيلاتينية تذوب وتهضم بواسطة البيبسين. تنتفخ بشكل واضح عند المعاملة بالأحماض والقلويات الضعيفة. يلاحظ أن ألياف البيضاء اللي طلقنا عليها بالكولاجين لأن مكونها هو بروتين الكولاجين هي لينة وقابلة للانتناء، إلا أنها تفتقد إلى المرونة. هاي هي صفاتها، لها قوة شد كبيرة مقاومة لقوة الشد. طبعا هي لح تأخذ ألوان عديدة بالاعتماد على نوع الصبغة اللي لح نستخدمها. الصورة اللي موجودة أمامنا اللي هي حتمثل الألياف اللي يعني اللي موجودة واللي شرحناها هنا على شكل حزم متعرجة. ها هي الحزم واضحة كولاجين فايبر. النوع الآخر اللي هي الألياف الصفراء أي اليلو أو ما يطلق عليها بالإلاستيك فايبرز. تبدو هذه الألياف عادة منفردة ونحيلة وطويلة ومستقيمة، وتتفرع وتتشابك لتكون تركيبا شبكي. هذه اللي مأشرين عليها، هذيك الكولاجين فايبر اللي شرحناها قبل قليل، بس هنا هاي نحيفة وطويلة وتتفرع يعني بهالشكل هذه، وممكن انه يعني فروع ايضا ترتبط او تلتقي مع بعضها. تتكون من ايضا بروتين يحاط يعني لب بروتين كروي مرن يحاط بغلاف من الويفات الدقيقة من الكلايكوبروتين. ايضا تقوم خلايا الفايبروبلاست بتكوينها. هذه الالياف صفاتها مرنة، لا تتأثر بالماء البارد او الساخن ولا بالمحاليل المخففة من الأحماض والقلويات، لكنها تذوب جزئيا بواسطة التربسين. تهضم كليا بإنزيم الإلاستيز البنكرياسي وتصطبغ بألوان عدة حسب نوع الصبغات اللي احنا نستخدمها. إذا في هذه الصورة لح تتوضح عندنا الإلاستيك فايبر أو ما تعرف باليلو فايبرز. النوع الآخر من الألياف
اللي هي reticular fibers أي الألياف الشبكية، تبدو بأنها دقيقة جدا ومتفرعة، وهي عادة تتشابك لتكون شبكة، أي صفة مهمة، تتصل بألياف الكولاجين التي تدعمها حسب الصورة اللي هي موجودة عندنا. هاي هي الريتيكولار فايبرز، هاي هنا عندنا الريتيكولار فايبرز اللي واضحة عندنا بالصورة، هاي هي اللي حتاخذ باللون الأسود. تتركب هذه الألياف أساسا من كولاجين طراز 3، ولا يمكن رؤية الألياف الشبكية باستخدام صبغة الإيوسين، ولكن يمكن أن تصطبغ باللون البني الداكن باستخدام طريقة التشرب بالفضة. الشكل اللي موجود عندنا هو مأخوذ يعني بالكبد لتوضيح الريتيكولار فايبر اللي هي باللون الغامق هنا، لأن الصبغة اللي مستخدميها اللي يعني النوع اللي تكون مشربة في الفضة، وطبعا هو ماخذيها من يعني انواع من القرودة اللي هي تعرف هاي الصورة اللي موجودة امامنا اللي هي الروسيز مونكي. فاذا عرفنا من خلال هذه المحاضرة او هذا الجزء من المحاضرة الالياف، هناك الياف بيضاء طلقنا عليها بألياف الكولاجين، والألياف الصفراء اللي طلقنا عليها بالألياف المرنة أو الإلاستيك فايبر، والألياف الأخرى الألياف الشبكية أي الريتيكولار. فإذا صار عندكم فت فكرة حتى يعني تقدرون أنه تقارنون بيناتها من حيث الشكل ومن حيث مكانها ومن حيث الوظيفة.